هنا اليوم من أرياف مدينة المكلا. هنا تعتبر الوديان وهذه الشجرة لها مئات السنين هنا، والمياه هنا هي مياه العيون الموجودة. هنا معي اليوم ميدان تحدي ومضمار تحدي جديد هنا، ومعي فيه كالمعتاد سيكون فريقين، ولكن مضمار التحدي لهذا اليوم هنا سيكون في منطقة شهورة. معي كالمعتاد هنا فريقين، الفريق الأول على يميني وهو الفريق الأحمر، بينما الفريق الثاني هو الفريق الأحمر. فريقين وتنافس قوي، لكن نبدأ هذا المضمار وهذا التحدي بعد الفاصل. وهنا سيبدأ الآن في جولته، معنا ثلاث جولات. الجولة الأولى هي هنا القوارير التي تم صفها، ويتطلب من كل متسابق أن يقوم بعملية اصطياد هذه القوارير بالقارورة الموجودة هنا على الرأس. إذا معي هنا الحكم المراقب والمتابع لطفي بن بريك، منسق ومعد هذه اللعبة هنا. وفي شهورة هذا السباق وهذا المضمار من التحدي. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. ونشوف البرنز القائد مع الروسي، والانطلاق الآن. ونقول واحد، جمهور احسبوا للثلاثة، واحد، يدك الخلف، يلا بسرعة بسرعة، انتبه لليد، أيوة انتبه، لا طيح بها، ممتاز، أقوى 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 طيحة، أقوى طيحة أقوى طيحة، ممتاز، بسرعة يحاول الروسي، والبرنز الآن يتقدم، يحاول من يكسب هذه الجولة. عيد من تأخر يا برنز، واصل 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 بسرعة، انتبه رائع، واصل. للأسف نشوف الآن المتسابق الثاني من كل فريق. يلا معي الآن هنا عمر الحسني الديك، وهنا عمر بسماعيل بوعمود. يلا نقول واحد اثنين ثلاثة، السرعة الآن، الديك يواصل الآن سريع، هز، لازم هزة هذه من الأرض، هزة هذه من الأرض ضروري، أعلى، أيوة، يواصل يواصل يواصل، أديك، تعال تعال. المتسابق الثالث من الأحمر أحمد سعيد، الرز، والثالث عبد الرحمن محسن أبو حمزة، أبو حمزة. يلا الآن 2-0، هل يعوض الرز أم لا؟ واحد اثنين ثلاث، لا رفع من الأرض، رفع من الأرض، رفع من الأرض، لا تخليها تلمس الأرض. يواصل، ابعد بعد كذا، الرز الرز يحسم الجولة مبكرا. الرز هنا في وقت قياسي، كيف كانت ال وعكيفة؟ ما في صعوبة؟ لا ما في صعوبة. تعال يا أبو حمزة، إيش المشكلة؟ رابة رابة. هل يعادل الأحمر الآن أم لا؟ ومعي هنا المتسابق عبد الله سامي الحسني، عبد الله الحسني أبو دقيل الدقيل، وهنا عبد الله باقديم، عبد الله باقديم باحوف باحوف باحوف. ونقول واحد اثنين ثلاثة، تلمس الأرض، لا تلمس، يحاول 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 يحاول. جولة أولى تعادل فيها الفريقان، الأحمر بقيادة البرنز والأخضر بقيادة الروسي، تعادل روسي برونزي. الجولة الثانية وفيها ستكون عملية نقل الشمع الموجود هنا، لكن مع الأنف وكذلك الشفة العليا، واضح. في هذه الجولة سيفوز صاحب الأنف الأطول والشفة الطولية البرنز. جاهز الضحاكين هنا سيكونوا خاسرين. جاهز؟ لا لا. واحد
اثنين ثلاثة. الانطلاق الآن، بس أن توضع، هل يوضع أم لا؟ لا، عيدها عيدها للشفا، عيدها. سلم صاحبك بسرعة بسرعة، الآن يدك للخلف، يدك للخلف، لا 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 لا، يدك للخلف، يدك للخلف، يواصل، ممتاز. اللي بعده، يدك للخلف، ممتاز، ما شاء الله عليه، ما شاء الله، هذا يواصل بسرعة، ما شاء لا، عيد عيد، طلع طلع، يدك الخلف، واصل يدك الخلف، يدك الخلف، أيوة الدقيل، واصل. الفريق الأخضر يبدو أن أنوفهم الطويلة لم تساعدهم في ذلك، ويواصل، واصل، اجلس على جنب، حطه هناك، عادك بعيد بعيد، عادك، واصل، يدك الخلف، يدك الخلف، لا لا لا، يدك، يدك الخلف، ممتاز. يواصل الآن في عملية الآن، سرعة بسرعة، يواصل، لا لا، عادك 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 عادك، الشنب ما حلقت الشنب بالضبط، يواصل يواصل، واصل، ممتاز، عادوا 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 عادوا، يواصل، عادوا عادوا، بأنفك بأنفك، أقوى تحية. ها؟ الشرب عقي، إيش مشكلة الأخضر؟ الأخضر والله شرباتهم صغيرة، واحد ذاك وذاك واحد وراء. إذن الآن النتيجة هنا حالياً 2-6، 4 درجات هذه الجولة. ونشوف الآن الجولة الثالثة، ستكون هنا في البركة المائية التي تأتي مياهها من عيون منطقة شهورة، مع الزي هنا الخاص بأصحاب شهورة. الجولة الثالثة الآن والحاسمة هنا في هذه البركة المائية في شهورة. يلا جمهور، نحسب الثلاثة ونقول 1، ابدأ ابدأ بسرعة بسرعة، أيوة، حط باليد، يلا العملية الآن، ممتازة، الانتقال الانتقال الآن، يواصل الآن، كل فريق لا تحول البودرة إلى عجينة، ويواصل الآن، كم جمع الكمية الموجودة بسرعة، يواصل يواصل، كل فريق الآن جمع البودرة الموجودة، ويبدو أن الفريق يغوص وسط هذه البركة. طيب امسك حتى بيدك، امسك حتى بيدك، أيوة، ممتاز، الأخضر الأخضر يوصل، يحاول في هذاك، من اللي يغير اسمه، من هذاك لقبه، الروسي، الروسي يبدو أنه يغوص بداخل الإقليم المياه هنا، يواصل البرنزة، ولا تطيح بالبودرة كلها، يواصل، شجعوا، يواصل يواصل الآن، يا روسي، الروسي الأخضر هنا يصيح، ويبدو أنه يعاني من الغوص هنا وصل هذه البركة، استخدام لليد، يحاول كل فريق، يواصل عمليات جمع البودرة مستمرة، وفيها الفريق الأحمر يحاول أن ينجز كمية أكبر من البودرة الموجودة، وكم جمعوا حتى الآن بسرعة، المواصل الآن، يواصل بسرعة، إكمال هذه العملية يتطلب الجهد الكبير، إضافة بالفم يا أحمر، بالفم يا أحمر، ممتاز، عملية السباحة الخلفية الآن تؤتي ثمارها وأكلها الآن. لا، يواصل الآن، عمليات راحة واستراحة الآن للفريقين،
وأكثر البودرة الآن تنفخ في الماء الموجود هنا في البركة. عاد باقي يواصل وتنتهي هذه العملية. يبدو أن هذه العملية الآن تنتهي، ونشوف أي الفريقين الآن تقدم بسرعة. يواصل الفريقان الآن جمع هذه الكمية من الماء شوية، وانتهت الآن هذه الجولة. انتهت الآن هذه الجولة هنا، ونشوف أي الفريقين جمع كمية أكبر من البودرة. النتيجة النهائية الآن هي بالكمية المجموعة. هنا بودرة الفريق الأخضر واضح يبدو أنها أكثر كمية من الفريق الأحمر، وبالتالي تكون النتيجة الآن 4 درجات للفريق الأخضر، ويكون تعادل 6-6. يوصلها الزقر من هناك من هنا. ايش من زقر؟ ما عندك زقر. بحوف مزوي بحوف. لا ما هم مزوي. وصلها من ركن بعتها صاحب. يوصلها من هناك من هنا. على كل حال واضح النتيجه، الفريق الاخضر يفوز بهذه الجوله الاخيره 4 درجات، وبالتالي يكون التعادل 6-6. عمليه غش من الفريق الاخضر واضحه، وعمليه غش ايضا من الفريق الاحمر كانت، وبالتالي التعادل. و الجائزة تنتصف هنا 120,000 ريال بين الفريقين الأحمر والأخضر، و60,000 ريال للفريق الأخضر. أقوى تحية جمهور. وأيضا 60,000 ريال للفريق الأحمر. واسمعوا أقوى تحية جمهور.